عمري ما حبيت. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا، وحياكم اكيد في حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب، وختامها مسك باذن الله لهذا الاسبوع سلطنه الخميس. اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيفتنا الفنانه اللي منورتنا واللي اطربتنا واللي راح تطربنا في طيله حلقه اليوم، الفنانه لينا قاسم. مساء الخير لينا. مساء النور لمياء، هلا فيكي وهلا في كل الحضور. نورتنا والله في الاستوديو واطربتينا، واخترتي اكثر اغنيه يعني مفضله عندي الصراحه. المفضله عندي انا كمان. حلو، ايش محضرت لنا اليوم؟ والله في اغاني كثير حلوه ان شاء الله تسمعوها معايا، يعني من مختلف المصري خليجي. الله، كل شيء في اليوم يعني موجودين بالطرب نحن اليوم. أيوة. واكيد ارحب بالفرقه الموسيقيه اللي منورتنا في الاستوديو على الكمان والعود والقانون والأرب، منورين شباب اليوم في الاستوديو. طب حخليكي لينا ترتاحي شويه وتاخذي نفس، ونروح مع متابعينا لاولى فقراتنا وجولتنا في عالم تويتر وابرز التغريدات المميزه لليوم. بدايه مع تغريده من حساب وزاره الصحه، واللي اعلن معالي وزيرها عن تدشين الجواز الصحي. معالي وزير الصحه ومعالي رئيس الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا يدشنان خاصيه الجواز الصحي في تطبيق توكلنا. خلونا نتابع مع بعض هذا المقطع ولنا عودة. اليوم ندشن خدمة الجواز الصحي بالتعاون مع الشريك التقني الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي سدايا بقيادة أخي معالي الدكتور عبد الله شرف، والتي كانت شريك لنا منذ بداية الجائحة في كل التقنيات التي ساهمت بفضل الله في التحكم والسيطرة على هذه الجائحة وتقليل آثارها، ولله الحمد. بمشيئة الله هذه الخدمة سوف توفر خدمات للاستفادة منها من جميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على اللقاح، ويعني اطمئنان على تحقيق المستهدفات. خطوة مهمة وفعالة، وهذا شيء أبدا مو مستغرب على وزارة الصحة، وفعلا هو جزء من أسلوب الوزارة الناجح في التعامل مع جائحة كورونا من ظهورها إلى اليوم. مهما قلنا ومهما تكلمنا فعلا ما راح نوفيكم حقكم. شكرا يا أبطال الصحة، والله يعطيكم ألف عافية. إلى التغريدة التالية من حساب وزارة الداخلية. اخترنا هذه التغريدة ولتوضح جهود مكافحة استنزاف البيئة من خلال جمع الحطب. القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام تضبط أكثر من 52 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة، يقوم ببيعها 69 مخالفا في مختلف مناطق المملكة. خلونا نتابع هذا المقطع ونرجع لكم. وعلى الطريقة الصحيحة لحماية البيئة ومن الجمع الجائر للحطب. ويستاهلون شكر أكيد رجال الأمن، يعطيكم ألف عافية على كل مجهوداتكم. إلى التغريدة التالية ومن حساب جمعية الثقافة والفنون بجدة، واللي نشرت مقطع موسيقي جميل لعازف القانون الشهير أستاذ مدني عبادي. الموسيقار مدني عبادي وعزف على آلة القانون تكريم الرواد والرموز في جمعية الثقافة والفنون بجدة. خلونا نتابع هذا المقطع ونستمتع.
أستاذ مدني محمد عبادي يعتبر أكيد أحد رواد الموسيقى السعودية ويتقن مختلف أنواع المقامات. بدأ ظهوره الإعلامي في مطلع الثمانينات الميلادية وهو مستمر في نشاطه الفني حتى الوقت الحاضر. يعطيه ألف عافية وشكرا أكيد له. هذه كانت مشاهدينا آخر تغريداتنا لليوم، ولكن أكيد مستمرين معكم بحلقة الخميس وسلطنتنا، ولازم نخرج بفاصل بصوت الفنانة لينا. لينا شو راح تسمعينا؟ حسمعكم ظالم ولكن الله نسمع بصوت الأبطال المداح. الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي، طبعا في 5 مجالات متنوعة بمجموع جوائز تصل إلى 250,000 ريال، وتسعى من خلالها إلى تعزيز الاحترافية والإبداع. طبعا الجائزة تتزامن مع إطلاق موسم شتاء السعودية تحت شعار الشتاء حولك من 10 ديسمبر 2020 وحتى نهاية مارس 2021. المزيد حول هذه الجائزة مع الأستاذ خالد الفاضلي عضو لجنة تحكيم جائزة شتاء السعودية واللي منورنا شخصيا في الاستوديو. مساء الخير أستاذ فاضل. خالد وأكيد منورنا اليوم في البرنامج. بداية أستاذ خالد، نبغى نعرف رأيك في ارتفاع خيارات الترفيه في موسم شتاء السعودية، وخصوصا مع يعني استثمار الشباب لهذه الفرص المتاحة لهم في هذه الفترة. اوكي، طبعا السياحة في السعودية مواسم، فاللي نتكلم عنه نحن الآن هو موسم شتاء السعودية. موسم شتاء السعودية يبدأ من 10 ديسمبر إلى 31 مارس. ومحدد له 17 واجهة أو الجهة السياحية الناس تختارها. طبعا الجهات اللي تم اختيارها من شمال السعودية إلى جنوبه، من الشرق إلى الغرب. ويعتمد هذا الموسم على محاور كثيرة، منها مثلا تفاوت درجة الحرارة في الأماكن، يعني من أقصى الشمال 0 إلى معتدل، إلى تفاوت نوع التضاريس، يعني السعودية مليانة كنوز تضاريس إلى آخره. ففي مكتنزات كثيرة الموسم هذا يستهدفها الموسم وشركائه. الأهم شركاء الموسم هم القطاع الخاص اللي يقدم العروض، واللي يقدم اللي يسموهم مزودي الخدمات، اللي يقدموا الخدمات، اللي يقدموا العروض. وتقريبا هم الآن تقريبا حوالي 200 شركة ما شاء الله على المستوى. حلو، طب نبغى نعرف تعليقك على ارتفاع معايير التنظيم والافكار. يعني حقيقه صرنا بنشوف افكار مبدعه ابدا ما كنا نتخيل في يوم من الايام ان نشوفها عندنا بالسعوديه. هو تعرفين انت الخبرات دائما تراكميه. السياحه في السعوديه في اخر 5 سنين 6 سنين صار عندها تجارب تراكميه كبيره، وصارت تنافس نفسها وصارت تتطور. الداخل طبعا تعيين تأسيس وزارة خاصة للسياحة، أيضا ترقية في المسألة. فأنا أتصور أن السعوديين اكتشفوا السعودية بشكل يعني جديد، يعني كان يعني أحيانا أنت تقول معقول هذا المكان اكتشافها من جديد يعني أحيانا تقول معقول هذا المكان موجود عندي هنا،
اي موجود عندنا فعلا. كل يوم بننصدم بمكان وبننصدم بمناظر طبيعيه. يعني السعوديه غنيه جدا بالثقافه والتراث الجميل جدا، وبنشوفها فعلا في كل منطقه موجوده. طب خلينا نتكلم عن المهم، جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي. يمكن هذا أكثر شيء يهم الشباب اليوم، لأنها فرصة لهم أنهم يستثمروا هذه الجائزة، وأيضا فيها جوائز مادية يعني جيدة. صراحة يعني جيدة جدا نقدر نقول. فنبغى نعرف من وين جات الفكرة وإيش أهدافها. قبل ما نتكلم في الجائزة كجائزة، أنا أحب أتكلم في المحتوى السياحي اللي هو المحتوى التلفزيوني أو المحتوى المكتوب. المحتوى السياحي ضرورة قصوى لأي بلد يبغى العالم يعرفه. المحتوى السياحي له أثر حتى على جيوب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالناس ما تعرف الفرص السياحية اللي موجودة أو النقاط الإيجابية في السياحة عندنا في السعودية إلا من خلال الإعلام. صح. الإعلام السياحي إعلام واعد وجيد ماليا، إذا قلت يعني الاستثمار فيه يعني أفراد أو شركات، والأهم من هذا كذا أنه إبداعي، فيه مساحة للإبداع. فالجائزة هذه تحديدا تركز على شغلتين: تجويد الإبداع، تحفيز الزملاء الإعلاميين على أنهم يهتموا في مجال. أوكي، الجائزة معنويا أيضا ماديا، بس اللي أهم من أستاذ خالد هذا واجبنا أكيد. بدون جوائز مالية أو مادية، ولكن فعلا واجبنا اليوم ما هم نظهر. ما هم نظهر أكيد الشباب هم الشباب مش يعني أشارك لي جائزة لي فلوس؟ ايه اكيد، اذا انت شاركت وكسبت وفق المعايير حقت الجائزه. فالشباب عندهم انتاجيه اعلاميه متنوعه. الجائزه تحدد، حتكون ممنوحه للناس اللي حتشارك من الزملاء الاعلاميين والمؤسسات الاعلاميه في 17 وجهه سياحيه المحدده في احداث وفعاليات تتم من 10 ديسمبر الى 31 مارس، على ان يتم تسليم المشاركات قبل 10 ابريل. هذا مهم. حلو، يلا يا شباب شدوا حيلكم. يعني خلينا نشارك. اخر يوم 10 ابريل لانه كذا هي المسابقات. صحيح، لازم يكون في يوم جميل. طب اعتقد يعني كمان فرصه نعرف معلومات اكثر عن مجالات الجائزه المطروحه وكيف يمكن للاعلام المشاركه فيها. اذاعه، تلفزيون، صحافه، وصناعه افلام بامكان صناعتها. الشرط الأساسي يكون زميل أو زميلة ممارس موجود في كيان إعلامي. والشرط الثاني أنه هو بإمكانه يقدم، يعني مثلا التلفزيون لا تزيد المادة عن 10 دقائق إذا أنت تبغين تشتركين يعني. حلو. في الإذاعة، في الصحافة لا تقل عن 300 كلمة. في الأفلام أيضا لها نهج. في طبعا الصورة غالبا احنا السعوديين تقريبا يعني عندنا قوة إنتاج صورة عظيمة. صح. فوتوغرافية. يبقى عندنا التلفزيون والإذاعة والصحافة. حلو. شاركوا بشكل جاد. بما أنك يعني أستاذ خالد معانا ما راح تقصر أكيد في وقت التحكيم. ما فيها محاباة، لأنه أول شيء الجوائز تمر أو الاشتراكات أول شيء تمر على كادر وظيفي محدد يقرأ التزام المشاركة بالاشتراطات من عدمه. بعدين تجي للجنة، غالبا تجي للجنة بدون أسماء. واللجنة تحدد الأفضليات، يعني تفضيلية، وبعدين ترجع لنفس الأشخاص أو الجهة مالكة الجائزة للتحديد النهائي. فما فيها محاضرة يعني. نحن نقول بالتوفيق لكل اللي راح يشاركوا في المسابقة، وبالنهاية ما راح يفوز إلا المجتهد فعلا. طب هل تكشف لنا سر، لو سألناك عن معايير لجنة التحكيم في الاختيار في هذه المنافسة؟ الجودة شوف، اللي بيجي يشتغل على جائزة لا يجي يشتغل على جائزة لمجرد المشاركة، يجي عشان ينافس. وأنت لما تنافس ما تنافس مع أشخاص محددين، يجب أن تنافس على السقف الأعلى، الجودة العليا تقدمها. بالإضافة إلى أنه هذه رسالة من بلدك للعالم، يعني رسالة عن 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 مكنوز أو مكون سياحي داخل السعودية توصله للعالم. هذا أهم شيء، زيادة أو تأنيق الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية في محور السياحة، عن الإنسان السعودي اللي يشتغل، عن الحرف اليدوية، عن الموروث، عن المكتنزات كلها. وفي قبل العالم المواطن نفسه أو المقيم يحب أنه يكون يعيش في مكان له فاليو، له قيمة. صح. المحرر الصحفي
السياحي أو الناس اللي تشتغل في الإعلام السياحي هي اللي تحط عيون الناس أو تبين الزاوية اللي لهذا المكان قيمة. أحيانا أنت داخل المدينة فعلا، يعني مثلا في جدة، يعني نمر حنا حول المجسمات، جدة مدينة المجسمات، بس قلة اللي يعرف أنه هذه المجسمات مصنوعة على يد ناس فخمين جدا في عالمهم، رسامين إيطاليين، نحاتين عالميين. فمجرد أنك تعرف أنه هذا المكان، هذا الشيء أو هذا المكان له قيمة معينة، أنت حتى تحترمه تحافظ عليه. لكن تظهر بأبهى صورة، ممكن كذا ننقل ثقافتنا وعالمنا وحضارتنا أيضا اللي عايشينها في هذه الفترة لكل العالم، مو بس الخليج أو الوطن العربي. طب ولكن كيف المتوقع من الإعلاميين والمبدعين والمبدعات الإقبال في مجالات الجائزة؟ أنا صدق بيدي ورجولي على ما يقولوا، أشجع كل الزملاء يشاركوا، حتى الصحفيين اللي موجودين مثلا في أقسام الرياضة، في أقسام السياسة، جرب قلمك، جرب كاميرتك، جرب صوتك في محتوى سياحي. في الأخير ممكن تكتشف أن هذه المنطقة أنت تحبها وممكن تكمل طول عمرك فيها. أيضا المؤسسات الإعلامية من الجيد أنهم يأخذوا الجائزة، مش لأن قيمتها يعني مرتفعة أو نحو، بس لأنه سواء الأفراد أو الكيانات، السيفي المطعم بجوائز يعطيهم شوية حماس يعني وقيمة بينهم وبين المتنافسين. أكيد طبعا أتفق معك أستاذ خالد، وهذه دعوة مفتوحة للجميع، جميع الإعلاميين والصحفيين في مختلف المجالات أنهم يشاركوا في هذه المسابقة. بإذن الله فالكم الفوز وبالتوفيق. شكرا لك أستاذ خالد، نورتنا اليوم في الاستديو. صبري بتصير يشارك يعني. أكيد لازم لازم عاد صبري يشارك وكلنا بندعمه في هذه المسابقة. شكرا لك أستاذ خالد. مشاهدينا مكملين معكم حلقة الخميس، ولكن فاصل قصير ونرجع لكم. حاجة الناس لخيارات جديدة في الاستمتاع بوجبة الإفطار جاءت يمكن أقدر أقول في وقت ارتفعت فيه المعايير جدا، وخصوصا في الكافيهات والمطاعم اللي صارت بتقدم خدمات مبتكرة وأجواء غير تقليدية أبدا في هذه الوجبة بالذات. عبر سكايب معانا الأستاذة هديل أبو العلا، مستثمرة في مجال الكافيهات وتحديدا اللي بتقدم وجبات الفطور، منورتنا في برنامج ساعة شباب. أهلا وسهلا أستاذة هديل. يا أهلا فيك ونور نوركم يا رب يسعدكم. خليني أبدأ معك من فلسفة الفطور برا البيت. يمكن مو كثير من الناس يتعنوا أنهم يخرجوا من البيت خصوصا الصباح عشان يفطروا، فكثير مقاهي اليوم بتقدم هذه الخدمة. هل غيرت طريقة تعاملنا مع هذه الوجبة؟ والله في الوقت الحالي أكلمك من أرض واقع أنه لا، تغيرت معايير مرة كثير، بس تختلف المعايير. في ناس يرغبوا بالوجبات اللي احنا نقدمها مثلا دسمة، في ناس لا يرغبوا كإفطار خفيف، في ناس يرغبوا كإفطار ديليفري، بس انه صاير الوجبة هذه جدا مهمة غير عن اول. يعني بحكم ريتم الحياة وبحكم الشغل وبحكم الدوامات، وناس اول كانت تستصعب، دحين لا، في عندهم في اقبال. شفته لما قدمت هذه الخدمة صار لقيت في إقبال كتير، بس في فئة معينة، يعني مو كل الفئات اللي أنا الفئات المستهدفة بلاقيها، فئة معينة أنا بس اللي بتخدمنا بدي الناحية. حلو، طب كلمينا عن مشروعك أستاذة هديل، يعني خصوصا أنكم تشتغلوا فيه بنفسكم وبتقدموا الفطور وبتسووا كل شيء ما شاء الله عليكم. هي فكرة المشروع أخذينها فكرة تأسيسية، فكرة الفطور كنا بنعتمد على نفسنا. يعني عارفة لما تيجي تأسسي مشروع لازم تأسسي بنفسك، ففي بدايات التأسيس إن إحنا لازم نكون نشتغل بنفسنا، إحنا نكون الموردين، إحنا نكون العمال النظافة، إحنا الويتر، إحنا كله. ففكرة هي كنا ثلاثة شباب سعوديين كلنا فتحنا مشروع واشتغلنا فيه بنفسنا، صرنا إحنا نشتغل المنتجات، يعني بس نستعين من الموردين من المواد الخام، احنا اللي نسوي القشطه بنفسنا، الاجبان، الزيتون، المربات، كله شغلنا ما شاء الله، يعني كله هوم ميد، ما في شيء معلب، ما في شيء جاهز. لا 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 ما في شيء. حلو، طب ايش بتقدموا؟ الشيء اللي احنا كنا نبغاه، اللي انا كنت احتاجه او الشباب اللي معانا كنا نحتاجه برا في المحلات،
سوينا، عارفة؟ يعني أوكي أنا بخرج بس بلاقي أبغى نكهة البيت، يعني ما أبغى إنه مجرد مورد أو معلبات، أو أبغى نكهة بيت يعني، عارفة؟ جو بيت. أخرج كذا الواحد يصحى الصباح يكون فايق ورايق ويستاهل الروحة، عارفة؟ صح طبعا، قاعدين نشوف الصور معانا صراحة، أنا جعت شخصيا. فخلينا نتكلم عن الأطباق، إيش بتقدموا كخيارات للإفطار؟ عندنا كذا قائمة، لأن قلت لك في كذا فئة تستهدف الموضوع ده. مثلا في ناس يبغوا الفول، البيض، الأجبان، القشطة، المربى. في ناس تبغى أجبان بس، في ناس تبغى بيض. بس القائمة عامة إحنا ننزلها، نوعين جبنة، نوعين زيتون، نوعين مربى، قشطة احنا نسويها، الفول. كل سبت، كل يوم سبت ننزل طبق جديد، فنبي نزرع عامل التشويق عند العميل، يعني انه ايش جديدكم اليوم، ايش منزلين اليوم. فكل سبت نخترع، يعني مو مجرد انه احنا ندخل. اصلا تضحك علينا يعني لما نيجي ننزل الطبق كلنا الثلاثة نتجمع، لا ناقصه لوز، لا طب ناقصه شويه قشطه، طب عارفه اللي لين ما نوصل للطبق اللي احنا نبغاه او الطعم اللي احنا نبغاه، عرفتي؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني فعلا الاطباق كلها شكلها يشهي جدا ولذيذ، وما في ترى احلى من الفطور هذا. يعني تقولوا لي فطور فرنسي، فطور مدري ايش، هو الفطور اللي نعرفه الاجبان والبيض والفول على الصباح. التغميسة هي. اي التغميسة، الله عليك. طب ايش قدرتي استاذه هدير انك تغيري في الجو العام، يعني غير مذاق الاكل، ايش كانت في اشياء منافسه او التحدي، المكان او الديكور اللي شايفينه معانا في الفيديوز؟ شوفي موضوع الديكورات انا ما ركزت عليه كثير، يعني ابغى ديكور مريح اكثر ما يكون فخم، عارفه؟ ابغى الانسان العميل لما يجيني مو على ديكورات او على ده، لا ابغى يجيني على منتجاتي، على شغلي، على ابداعاتنا احنا كشركة. طيب الديكورات سويتها مره بسيط، بس الوان، في يعني هرجع اقول لك الوان فريحيه، يعني تديني كذا راحه للمكان. حلو. استقبل الزباين او العملاء، عارفه كانك بتستقبلي، يعني كانك رايحه بتحت، فهمتيني؟ يعني كانك شفتي كيف الاستقبال، انه بنقابل ضيف ما بنقابل عميل، بنخدم ضيف وبنكرم ضيف اكثر ما بنخدم او نكرم عميل، فهمتي؟ الله عليكم، تستاهل الزياره. هذا الشيء اللي كذا حتى الناس، يعني لما تدخل على تعليقات جوجل تشوفيها يقولوا لك كنا رايحين بيت، ما احنا كنا رايحين مكان او كافي او ورضا. يعني وارجع اقول لك والله مو رضا من مبدا انه نبغى العميل عشان يرضى ومبدا تسويقي، لا لا، ما تبغي تزعلي ضيفك، يعني انا هذا هو رضاي، يعني هدفنا، يعني بتحسسي الزباين انهم كانهم داخلين بيتك مو داخلين مطعم، وبتكرمي الضيف. طيب كيف الاسعار؟ لدرجه انه ساعات عارفه لم ايش نوصل، ايه؟ اني انا اوصل لين باب البيت، لين باب المحل، بعدين استوعب انه ترى مو بيتك هديل، ترى انت في محل بالضبط بس المطعم. خلاص لا ما تقدري، ايش تبغوا، ايش ناقصكم، ايش اللي تحتاجوه، فاهمه؟ طب وكيف اسعاركم؟ هرجع اقول لك عشان احنا اللي بننتج فاسعارنا ما هي غاليه. حلو. عارفه؟ يعني ما بناخذ من موردين او بناخذ من ده نبدا ندور على الربح، لا لا، احنا اللي بننتج الشيء. انتم بتشتغلوا على كل شيء موجود في المطعم، طيب كيف قدرتوا انكم تشتغلوا يعني كشركاء بنفسكم وبدون اي عماله؟ تحتاج الموضوع يحتاج خبرات كبيره في هذا المجال. أنا عندي الخبرة الحمد لله كإدارة مشاريع، عندي خبرة لأني بقدم استشارات أصلا مجانية للمشاريع الناشئة المتعثرة، عارفة؟ ومسكت 3 مشاريع متعثرة قبل ما أبدأ مشروعي، فكإدارة أنا أعرف. كعوامل مهنية هذه يعني سهل إنك أنت تتدربي عليها، عرفتي؟ يعني كمثلا النظافة، الأمور هذه رتم حياتك، رتم يومك، سهل يعني ما صعب، سهلة. كان عندي المعضلة هو موضوع الباريستا، فلما بحثت عن الشركة كان شرطي انهم يكونوا باريستا، عرفتي؟ فجاني ما شاء الله 2 خيرية، فلقيت انه عندهم برضه في عملية التسويق مرة مبدعين ما شاء الله، عرفتي؟ فكعامة، كويتر، كخدمة، كمنتجات سهلة، انا متخصصة بالمنتجات، عرفتي؟ هم متخصصين بالباريستا،
انا متخصصه مثلا اني انزل المحلات اشتري واقضي والامور هذه حقت ده، هم متخصصين باداره المحل والنظافه فمقسمين المهام، عرفتي؟ جميل جدا. وبعدين نحن البنات يعني استاذه هديل ما في شيء صعب علينا ابدا، متعودين على هذه الاشياء وهذه الاجواء في بيتنا. ان شاء الله باذن الله قريبا بنجي نفطر عندك نحن وجروب كامل المصورين وفريق ساعه شباب، ويعطيك الف عافيه ونورتينا اليوم في الاستديو. شكرا لك. يا هلا، الله معك يا رب. مشاهدينا مكملين معاكم حلقة الخميس، وبعد الفاصل أكيد سلطنة الخميس مع الفنانة لينا قاسم. من أجمل الوسائل اللي تنقل ثقافة الشعوب وتعرف بألحانها ولهجاتها وحتى مقاماتها الفنية هي الفنون، وهذا اللي راح نعيشه الآن مع فقرتنا الطربية والفنانة اللي منورتنا للمرة الثانية لينا القاسم من السودان الشقيقة. أهلا وسهلا فيك. هلا فيك رمية، كيفك؟ خليني أسألك في البداية، يمكن الجمهور الخليجي أول ما عرفك وسمع صوتك عرفك من مسابقات المواهب أو برامج المسابقات الفنية، ولكن قبل هذه الرحلة اللي عشتيها خلينا نتكلم عنك أكثر ونكتشفك أكثر كفنانة. متى اكتشفتي صوتك وكيف تعاملتي مع الفن؟ والله طبعا يعني أنا زي أغلب الفنانين، يعني أول ما بدأت أغني بدأت في المدرسة، المعلمات سمعوا أنه صوتي حلو وطريقة غنائي يعني مختلفة عن بقية الطلاب، فكانوا يعني بيقولوا لي تعالي غني في الإذاعة المدرسية الصباح، أنا أشيد وكذا، فعرفت منها أنه أنا صوتي حلو بغني وكذا يعني. اكتشفتي فيكي اكتشفت هذه؟ أيوة، بس ما يعني ما كنت متأكدة 100% أنه خلاص ده صوتي كذا حلو يعني. صوتك مو بس حلو، صوتك يجنن ما شاء الله تبارك الله عليك، ولكن كيف قدرتي تخرجي من الانحصار في اللون السوداني إلى ألوان أخرى؟ أولا لأنه أصلا أنا بحب الألوان الطربية، يعني بحب الغنى القديم، أم كلثوم، فيروز، حتى في الخليجي الغنى القديم يعني الفنانين الكبار، فيعني تربيت على الأصوات دي، فعشان كده حبيت الغنى الطربي والغنى العربي والشرقي بشكل عام. حلو، صوتك فخم لأنه صوتك فخم، تعودتي على هذه الأغاني. طب كلمينا على الأعمال اللي قدمتيها في الفترة الأخيرة الخاصة فيك. طبعا قدمت أغاني كثير، يعني غنيت أغاني سودانية، أغاني سودانية قديمة يعني تعتبر من اسمها عندنا أغاني الحقيبة، يعني كانت في فترة زمنية معينة، أنا جددتها غنيتها بأسلوب يعني جديد، يعني يقدر الشباب انه يستوعب الاغاني هذه. حلو، عدت احياء التراث السوداني. ايوه التراث السوداني القديم عشان الشباب يعني يسمعوها ويستسمعوها. الله حلو. طب ايش راح نسمع منك؟ بنسمع شيء سوداني، عندك اغنيه سودانيه؟ ايوه حغني اغنيه في الطيف او في الصحيان، اغنيه لفرقه البلابل، هي اغنيه قديمه يعني من اغاني الحقيبه. يعني اعدت تجديدها بس يلا نسمعها. اكيد يلا نسمعها. ماله لو في بعض الأحيان تسمح لي صحو أراك عيان، زورني يا حبيبي أنا عيان، في الطيف وفي الصحيان زورني يا حبيبي أنا عيان، تاخد يا حبيب عن حالي بيان، عسى تبكى قلوبنا بالغرام سيان، زورني يا حبيبي أنا عيان. يعطيك
يعطيك ألف عافية، وأكيد تحية كبيرة لشعب السودان الشقيق ولسودان الشقيقة. طيب أنت كمان ما شاء الله عليك بتغني خليجي مرة كويس، فهل نقدر نقول اليوم أن عندك فعلا جمهور خليجي يسمع لك؟ أنا الحمد لله يعني متابعيني من كل الجنسيات العربية، يعني السودان، مصر، العراق، الخليج، ما شاء الله. يعني جامعة الدول العربية، جامعة الدول، يعني شيء يشرفني انه يعني كل الناس دي، كل الفئات دي بتسمع لي ويعني بتحب غنائي وبتحب صوتي. دي حاجة والله يعني ما الومهم حقيقي، ما الومهم يعني معاهم حق يسمعوا لك ويحبوا صوتك. ولكن بنعرف قصتك مع اعمال الفنان اصيل، دائما تسمعيها، دائما تغنيها الفنانه اصيل، فنبغى نعرف ايش القصه. والله هي قصتي معاها انه انا بالصدفه يعني بس بحب دائما ادندن، انا اغني لكل الفنانين، يعني لو لاحظتي ما بركز مع فنان معين، لا اصاله بغني لشيرين، بغني الكل، بس لاحظت لما دائما اجي اغني الاصيل هميم يعني بيكون التفاعل اعلى من بقيه الاغاني. هم بيشو يعني بيقولوا انه يعني في شويه من الاحساس، بس طبعا يعني اصيلها مين فنانه يعني كبيره اكيد، وانت وشي كمان فنانه كبيره. لا شيء يعني مره يعني شيء حلو انه الناس تشوف فيني هذا الشيء، بس يعني هذه قصتي معاها. هذا التواضع جميل جدا، وهذا يمكن اللي يوصل الفنان اكثر للجمهور ويسهل المشوار ويوصل للعالميه بالتواضع. اكيد. طب ايش رايك تسمعينا اغنيه لينا؟ اوكي، هذه المره انت اختاري، ما راح اطلب شيء. طب حلو، كويس، ريحتيني. حلو. حنقول غني لي شوي شوي، اغنيه لام كلثوم. اكيد طبعا، من احب الاغاني على قلبي. العازفين اللي منورينا اليوم. اقدر اقول انه خميس ابتدى معك. والله انا الخميس اليوم ابتدى معاكم. طب خلينا نرجع لك، كيفك مع العزف؟ هل جربتي تعزفي على آلة؟ نفسي اتعلم آلة موسيقية واحدة بس، ما ابغى شيء يعني،
أتمنى أعزف عود، يعني أتعلم أعزف العود، لأنه العود أحسه يعني يديكي خيال في الغنى ويديكي مساحة وإحساس ويخليكي تغني وأنت مرتاحة. يعني أكيد الموسيقيين والفنانين عارفين إيش بقول، يعني وعلى مودك كمان. أيوة الأغاني الطربية والشرقية ممكن ألحن، ليش لا؟ حلو. طب إيش اللي موقفك؟ يعني ليه ما فكرت إنك تعزفي؟ والله أبغى أحد يشجعني، يعني إنه عشان أتعلم وكذا، يعني أبغى حافز. دحين جاني الحافز حد. لازم يعني أكيد العازفين ما حيقصروا معاكي. أكيد على العود، خليهم يعلموك يستفيدوا من خبراتهم. أكيد. طب نرجع للألوان السودانية لينا، خذينا في جولة عن هذه الأنواع. والله يعني الفن السوداني طبعا فن عريق كبير جدا طبعاً. يمكن أنا يعني حدود علمي بالفن السوداني اللي هو السلم الخماسي، طبعا في إيقاعات موسيقية مختلفة جدا في السودان وكبيرة، في سباعي وفي خماسي وفي ميكس ما بين الاثنين. هو عالم مختلف تماما عن الغنى الشرقي، عن المقامات، حاجة كده ماشي في اتجاه لحاله، فعاوزة لها حلقة أكيد نتكلم يعني عنها. طب أنا بس أبغى كده كوبليه الليلة بالليل. والله الغنية دي طبعا انطلبت مني كثير، لكن يعني نسمع كوبليه بسيط منه. بغنيها معاك انا وانت. ايوه نغنيها مع بعض. طيب اوكي، ساعديني فيها بس انا الكلمات. ايوه طبعا حساعدك، بس ان شاء الله ما يقفل ولا يغيروا المحطه. يلا نسمع. الليله بالليل الليله نمشي شارع النيل انت سوا قهوه بمزاج الليله انت السكر يبقى ليك دوا الليله بالليل الليله نمشي شارع النيل انا وانت سوا قهوه بمزاج الليله انت السكر يبقى ليك دوا. الله عليك لينا، حقيقي كان في خاطري هذه الأغنية من أول، عاد اعذريني كلها. طيب في رايحة في المستقبل، وين شايفة لينا في المستقبل؟ والله صراحة يعني أنا قاعدة أشوف نفسي في كل الألوان الموسيقية، يعني ما عاوزة أكون ماسكة حاجة معينة، يعني عاوزة أكون فنانة شاملة بتغني لكل الألوان الطربية، يعني ما عايزة أحدد أمثل يعني ايدول معين من الفنانين، بس لانه الفن اصلا ما عنده جنسيه وما عنده هويه، يعني الفن اي حاجه ممكن تطربك، تسمعي غنى هندي يطربك، تسمعي اي حاجه. طب مين الاصوات الفنيه اللي نقدر نقول انها تعجبك اليوم تسمعي لها كثير؟ انا احب شيرين صراحه، انا من فانز شيرين. جايتني على الوتر الحساس. الوتر الحساس بالضبط، انا مره يعني احب الفنانه شيرين. اكيد نوجه تحيه كبيره للفنانه شيرين، يعني من الفانز لها. ونحن كمان. طيب ايش راح تسمعينا؟ نسمع شيرين. طيب نسمع يا غايبه محمد عبدو. ايش رايك؟ الله حلو. ما بختم الحلقه، ما حكمل. والله انا شايفه يعني انه نختمها على كذا. حلو، خلي لنا نسمعها. اوكي نسمع. سلام ردي
خلاص ما راح اسال ولا راح اتكلم، راح نكمل هنا. نورتينا لينا اليوم في الاستوديو، حقيقي استمتعنا كثير بصوتك وادائك وفنك، ونتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، وان شاء الله نشوف لك البومات قريبا باذن الله. ان شاء الله يا رب. واكيد شكرا للفرقه الموسيقيه اللي نورونا في طيله حلقه اليوم، يعطيكم الف عافيه العازفين، وشكرا لكم. حنتعبكم اخر مره بس، نحن راح نختم حلقتنا كمان بصوتك، ولكن اودع اكيد المشاهدين مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم. اكيد نتمنى لكم ويكند سعيد باذن الله، نلقاكم الاحد القادم. لا تنسوا تتواصلوا على حساب البرنامج الظاهر على شاشه، وانا اقول لكم فمان الله، وأترككم تستمتعوا بصوت الفنانة لينا. أوكي. إيش راح تسمعين لينا؟ في الليلة الهادي برضو أغنية سودانية هي. حلو. بس على سباعي كده شوية. اسمعها. في الليلة الهادي يذكرني حبيبي الغايب من بعد خلاني وحيد نصيبنا حب خلاني وحيد نصيبنا حب سهدي وبعدك جنني بتن يا ربي نلقاه يسعد لي قلبي بلقياه لو فاتني يومين تبقى لي سنين لو فاتني يومين تبقى